ولايات عدة في تونس تشتهر بحرفة توارثتها الأجيال منذ القدم، حرفة تجدها في كل بيت تونسي عتيق، به أم أو جدة تجلس أمام السداية لتصنع بأناملها الجميلة أغطية صوفية زاهية الألوان، وهي حرفة إعداد القشابية والمرجوم. وفي ركن من أركان منزل متواضع ومع استقبال فصل الشتاء، تجد سيدة تقبع لساعات طويلة أمام السداية في تركيز تام غير مبالية بمن حولها. همها الوحيد هو أن تكمل عملها بكامل الإتقان. تلامس أصابعها الخبيرة الخيوط ببراعة اكتسبتها على مدى سنوات عديدة، وتعالج الصوف لتحوله إلى أشكال متنوعة ومختلفة من الألبسة والأغطية أو من القطع التي تزين البيوت. تتراوح براعة النساء التونسيات في هذه الحرفة، فمنهن من تجيد فقط حياكة الأغطية الصوفية، العبانة والمرجوم، ومنهن من هي قادرة على نسج كل ما يتعلق بالصناعات التقليدية، بما في ذلك الرسم على خيط رفيع يسمى الجداد، فيجلسن يمررن خيوط الصوف الواحدة تلو الآخر بين خيوط السداية المعروفة بالجداد، وتضربها بسرعة فائقة بالخلالة حتى تلتحم الخيوط مع بعضها وتكون نسيجاً متناسقاً. أما نسيج القشابية التي تعتبر رفيق الشتاء بالنسبة للعديد من الرجال، فتستخدم في صنعها آلة نسيج تقليدية ويتراوح وزنها بين 5 و7 كيلوغرامات، باعتبار أن صوفها من النوع المميز، إذ لابد أن يمر بمراحل عديدة كالغسل والتجفيف والتنظيف والغزل، وقد تصل مدة إنجاز القشابية إلى شهر كامل. من المتوارث عن هذه الحرفة أن تجتمع النساء في كل البيوت لإعداد الصوف متحلقات حول آلة النسيج كأنهن في موكب عرس تقليدي. صورة مبهجة تكاد تكون لوحة حية لحرفة غزل القشابية والمرجومة التي عاشت لقرون في كل بيت تونسي عتيق.